اخر زياره كان في 5 جام في 2011 سي بشير العبيدي وقت كانوا جزء من مجموعه الوفاق يخوضون اضراب جوع حد عم توصل للشغل هناك في الرديف من اجل استرداد حقوقهم حقهم في التشكيل كان سيد احمد للي ما يعرفوش يقول هذا واحد من ابناء الحوض المنجي وهوش بن جرجيس كان معناها اذا باش تحط على الحوض المنجي يلزمني برشا وقت لكن ثم صوره بقت عالقه في ذهني ما نجمش كان نذكرها الا وهي زياره سيد احمد بذكرها سي جنيد عبد الجواد الى اهالي مسجين حوض المنجمي في رمضان وقت رفاقنا واصدقائنا من ابناء الشعب التونسي كانوا في سجون البربريه سيد احمد كان يدق الابواب ويقدم المساعدات الماديه والمعنويه الى هؤلاء المسجين الى اهالي المسجين كان كالقديس يرسم صوره ويرسم امل لهم منتصرا لقضيتهم الا وهو والراجل كان متفاعل ايجابي مش متفاعل ايجابي بمعنى كان يؤمن بما باللي يعمل فيه انسان منتصر بالقضايا العدل الاجتماعيه المساواه بين الجهات ومن الفئات الشيء هذا لم ينكره عليه ابناء الحوض المنجمي وكانت استجابتهم الى دعوته الى حضور الاجتماع العام اللي عمله لما ترشح واعلن ترشحه ضد مرشح حزب الحاكم الندب في الوقت هذاك كان الاجتماع العام الجماهيري اللي صار من العرايس واللي كسر سيد احمد ابراهيم كما تعودنا جيدا يكسر المربعات والحواجز التي كانت يراد منها رسمها واضحة الى كل القوى الديمقراطيه والمناضله في البلاد في الوقت هذاك نعم مشى مع عدد يقول الاول 300 400 كان فيه من مختلف الشباب كانوا فيه الشباب الجمهوري وشباب حزب عمال شباب مسار شباب حركه التجديد وقتها رفاقنا في الوطن وليد بشير الاسبوغاتي وباقي الرفاق من الناشطين وناشطات المجتمع المدني اللي دعموا سيد احمد ابراهيم كسروا الحجز الامني وانطلق من هناك الشعار الذي تجاوز الحوض المنجمي الى ان يصل الى باقي اصقاع العالم الا وهو الشعب يريد الشعب يريد التداول على السلطه كان هذاك الشعار لترفعه في المسيره تاع سيد احمد ابراهيم اضيف له الى الشعار الذي كنا ندافع عنه مع بعضنا طبعا انا وهو مسكين سي بشير ومسكين في تقصير احمد السجين كان سيد احمد كرناه من العرايس انتقلنا الى بوزيد الى بوزيد ثم الى القصرين ثم الى قابس ثم الى جرجيس وكان الشعار تاع في علاقه المسجين الحوض المنجمي يكرر بحيث كان الارشاد السياسي يتبع فينا واحنا في القصرين يقولهم شادين في صراحة المساجين معناها هو مش فارق اصلا معناها الكوان السجين اذا من ما نجمش نكون كان انا معناها شباب المسار الديمقراطي حاملين ومدافعين ومتبنين الى ذاك المشروع العظيم الذي عاش من اجله ومات من اجله سيد احمد ابراهيم الا وهو معناها الدفاع عن تونس الديمقراطيه الدفاع عن تونس الحديثه ومن اجل معناها مواطنين ان تكون تونس فعلا مواطنين احرار في مجتمع عادل وشكرا.